انت اليوم كمواطن تونسي كيفاش ترى حظوظ حمل همامي في سباق الانتخابات الرئاسيه؟ والله انا راه ما عندوش حظوظ بكل، لانه حمل همامي ما تقلش مناصب سياسيه كبيره، ما خذاش مسؤوليات، وعمرنا ما نعرف حمل همامي خذا مسؤوليه، خاطر المسؤوليه تبدا بشويه ويبدا ثم تدرج. شنو الوزاره اللي شدها؟ شنو هي المهمه اللي نجح فيها؟ ما نجح في حتى شيء، حتى في الحزب نتاعو ما ثماش نجاح اللي واضح، رناه في الانتخابات اللي فاتت، في اللي قبلها، في اللي كذا. هذا الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه، حمل همامي معارض، باش يبقى كيف نقولوا نحن كما الملح اللي نحطوه في الطعام، نفوحوا به الماكله، اما باش يكون ما على مستوى الرئاسه مستحيل. هذه انا ناكد لك كلمه، نسبه النجاح باش يلقاها ضعيفه بكل بكل بكل. وكان يربح يعني فرضا انه يفوز في الانتخابات، ترى انه حمل همامي قادر على تغيير برشا حاجات اليوم في المشهد السياسي التونسي، في الواقع التونسي؟ والله انا مراش، انا حمل همامي حسب الافكار نتاعو والمتابعه اللي نتابعوا فيها ما عندوش حاجه ينجم يضيفها لتونس، خاطر تو مثلا بالنسبه لرئاسه الجمهوريه ترتكز على برشا، ثم سياسه خارجيه، ثم امن قومي، ثم فيها برشا مسؤوليات، عنده طروحات، عنده ما يقدم، عنده برامج عمل. صحيح المواطن ممكن ما يصوتلوش، لكن هو عنده برامج وعنده رؤية يعني مهمة. شوف اسمعني، بالنسبة للبرامج كل إنسان ينجم يعطي برنامج، أما أعطيني قال له المية تكذب الغطاس، وين غطاس مش عمل؟ أعطينا حاجة نجح فيها حمل أمامي ونحن نتبعوه. أعطينا مثلا وزارة شدة، يا أخي تو أنت بتجي الإنسان تعطيه مسؤولية، هو كي تحط وزير وما شدش بي دي جي وما شدش بلاصة يفشل، أكثر شر الوزراء نتاعنا اللي فشلت. الكل راه مشي لخاطر السياسه، مش حاجه سياسه، مصير تونس تونس مشي دوله بسيطه مشي على او شفنا برشا يعني اسماء شدت برشا مناصب سواء قبل الثوره ولا بعد الثوره وما عملت حتى شيء، ولكن المواطن قاعد يحب يصوت لها يعني. لا ما يصوتش لها المواطن، اذا شوف ثم التصويت المواطن الواعي، نحن اذا هو ديجا الانتخابات هذه باش تورينا حاجه، مش نقولوا على حما نركز على حما ولا على غيره، الانتخابات باش تورينا وعي المواطن، اذا كان المواطن باش يتشرى ب 10,000 كما قاعده صاير وب 20,000 بتونس منا وعليكم السلام باش نفشلوا، واذا كان المواطن باش يكون واعي بكدا يكون واعي معناها لدرجه كبيره، المهم نتلوجوا على الديمقراطيه ونتلوجوا انسان نوصلوا كيف الاوروب كيما يكون واعي، عنا وعي الفكري. الوعي يقول في الديمقراطيه انه كي جربت ناس قدم ما عادش تعاود تجربها مره اخرى، تجرب ناس جدد عندهم طروحات جديده، ممكن حما ما جربناش. احنا الناس اللي جربناهم جدد تو كيما الوزارات شد وزير، ما جربنا حتى حد، حكومات تعين وتخير وحدها، احنا اعطينا ثقه في مسؤولين مثلا كيما نقولوا نحن انتخابات تشريعيه وغيرها، بون اعطينا ثقه في الباجي الله يرحمه كان في المستوى المطلوب، وهو عين حكومات وعمل كذا، ثم السابوتاج هنا في تونس، ثم ناس قاعده ما عيناش باش تخدم، ثم ناس قاعده تحط في العصا في العجله، اللي يخدم هنا في تونس حط في بالك احنا ماناش خايفين، مش خايفين على حما، خايفين من الفشل، الفشل وين باش يكون؟ اللي يخدم راه مش يفشل. الواقع اليوم مش فشل حاصل اليوم في تونس؟ احنا فاشلين تو، نحن غارقين في الفشل. الفشل اعطيني تو الحكومات هذه شنو اللي قدمته؟ اه باش نكون واضحين، عاودوا ترشحوا برشا من الحكومات هذه، عاودوا ترشحوا الانتخابات الرئاسيه، عاودوا ترشحين نورمال تسمع بيجيب 0.1% هذا يتاكد منه، ما ماهوش يجيب حتى شيء. باينين الاسماء اللي باش الاسماء الناس اللي عندها خبره وخذات، ما يجيش. شوف راهو من باب المستحيل يجي انسان عمره ما ساق، تعطيه توريزم ومن بعد تعطيه ترونسبور ومن بعد تعطيه بوالور هذوما ياخذهم وما ساقش بهم، خلاص توريزم ما ساقوش، وتجي تعطيه ترونسبور تعطيه حافله تقول له السوق بال 100 واحد، مستحيل. ثم تدرج، نحن شنو اللي حاجتنا التدرج السياسي، التدرج في المسؤوليات. الحزب قبل من اللي عهد بورقيبي لحد الواحد شدنا الصف، اش معناها الحزب؟ خليني نختم معاك بسؤال، لكن حمل همامي شخصيه وطنيه، شخصيه مناضله، شخصيه عرفت يعني بممارستها للحياه السياسيه منذ السبعينات، يعني عندها وزنها في المشهد السياسي التونسي سواء قبل الثوره ولا حتى بعد الثوره. والله انا بشوف، باش نقول لك على سي حمل همامي مع كامل احتراماتي ليه، نحن في حاجه ليه للمعارضه نتاعو، معارضه طيبه. حمل همامي يعكل الحكومه ويعطي عنده اراء، اما والله ما شوف نجم نحكم عليه لو كان شد وزاره، اما ما دخل ما شدش حتى مسؤوليه. شنو مسؤوليه يا اخي؟ تو انت كما كنت نحكيك انا انسان ما ساقش، خلاص ما ساقش توريزم تجي تعطيه ترونسبور، هذا راي راي مش راي انا، هذا راي المواطن وراي الناس اللي تفهم، الناس المواطن الواعي. ما ناخذوش نحن اذا كان ثم حزازيه هذيك حاجه اخرى، اما بالنسبه لحما ماهوش ناقص حما معليش، مازال قدامه مسيره طويله. انا نصيحتي ليه كحمل همامي نقول له ادخل في المعترك وقلع كرسي، قلع وزاره وواصل واعطينا نجاحات واعطينا كذا، تو كيما ناجي جلول خذا وزاره فشل جا غادي الاخر، فهمتني؟ الناس اللي فشلوا مش في قروحهم، راه اعطينا نجاح
يثبت يهودي شدنا حاجه خدي وش يخدم حمل همامي. انا كتونسي باش نسال حمل همامي يقول وش تخدم في المعارضه كهو؟ المعارضه عمرها ما تكون. حمل همامي منين انت المورد الرزق نتاعك ولا منين عايش؟ اعطينا خويا فونكسيون نلقوا حمل همامي ينجح في وراي جمعيه نتاع كوره كي ينجح فريق تنجم غدو يدخل ينافس. خاطر فريق نتاع كوره عباره على وزاره. دونك انت يا سي حما نصيحتي لحمل همامي نقول له ادخل وخذ كرسي وتحب تقعد في المعارضه ادخل اقعد تحب تدخل تاخذ كرسي حصل وزاره واعطينا نتائج ملموسه وغير لنا النظري وغير لنا كذا الانتخابات الجايه تلقى المواطن معك انا لو تلقاني معاه وما عنديش انا انسان معين ماشي له انا باش نقول لك انا راني باش نخب لفلان وفلتان مازلنا ننتظروا كل واحد شنو البرنامج اللي قاعد يقدم فيه وراه مش برنامج البرنامج وشوفوا واش خدم بيجيني انسان مشد حتى مسؤوليه غدو نعطيه صوتي ربما بالمستحيل وكل انسان عنده اصوات وعنده عائلته وعنده ناس ينجم ياثر نجم ناثرنا على غيره ونعرفوه تو بالنسبه للتدرج انا خدمت ميليتير ومريت على المراحل ما جيش خديت رتبه طول بديناها من اقل رتبه والواحد طالع السياسه زاد كذلك الجيش ناجح بالتدرج في الرتب السياسه لازم زاد التدرج والله اللي غيرها جس شنو على المعيشه الاتجاه الطائر تعرف طيروها انا ما نعرفش لعبت كيفاش عايشه هنا والله العظيم نعيش لبرا اتجاه يا اخي العيش لبرا بصراحه كنجي لهنا نصرف فيه لهنا اكثر من نصرف فيه في فرنسا والله شنو كان شريت كيلو تفاحه قالت 9000 وبالرغم ماهوش انا يعني في جندوبه معناها نورمال تكون رخيصه يعني الولايات والواحد خلي في العاصمه سا ديبو قداش فهمتني ترى انه حما قادر انه يساعد المواطن التونسي لا لا ثم حتى واحد قادر تي قادر لها كان بلان لي ما ثمش حتى واحد تي الناس كل تجري كان على الكراسي والله الناس كلها يعطيه يشد كرسي هذيك هي ياك نشوفها تشوفها في المجلس كيفاش تو هذاك المجلس نهار كامل كان البوني والضرب ولا حتى واحد ما حشتها حتى كل واحد حشتها بالكرسي وكهو باش تشرف العالم هاني رئيس دوله هو والله شنو هو ثم واحد يحب يولي رئيس ثم واحد يحب يتحمل المسؤوليه نتاع دوله كامله هذا مش مستحيل لكن هذا تقدم انتخابات الرئاسيه اكيد عنده برنامج اكيد عنده رؤى عنده سمعناه يعني خاصه في قبل الثوره وحتى بعد الثوره عنده اطروحات نتاعه خاصه فيما يتعلق بالمستوى المعيشي نتاع الطبقه الوسطى المواطن التونسي من الكل يقولوا هكا والله الكل يقولوا هكا وفي الاخر ما ثم شيء خلينا جربناهم لكن حما ما جربناهش يا خويا جربوه سي موا سانك موا شوفوا واش يعمل ترى ولكن كما العاده كي صاحبه واش نعمل نخلوه ولا كان ينجح يا خويا كان ينجح ماذا بينا نحن كان ينجح نزيد نعاودوا له نخبوا له مره اخرى ماذا بينا يشد فهمتني حتى ما نعرفش اللي يجي الاخر حتى 20 سنه حتى ما نعرفش قداش حتى اللي يهز ربي نتاعه وكيما قداش يا خويا ماذا بيه سانك موا فهمتني سي موا يحلحز روحه يخلي بلاصه لغيره نطلب منه متى كما يقولوا يعمل حاجات للشعب هو يعرف اكثر من الناس كل خاطر هو مناظر كبير بصراحه مناظر كبير ومتى يعرف شنو الشعب شي يحب ومتى الدوله هذه شنو تحب قادر انه حما يغير برشا حاجات لصالح المواطن التونسي اليوم بعد 8 سنوات من الثوره شفنا جربنا برشا احزاب برشا مستقلين برشا ما يسمى بنظفرين بكفاءات ولكن الوضع الاقتصادي بقى صعيب شويه في تونس في نظرك انه حما قادر يفيد يعني في الفتره هذه والله قادر هو كان يلقى شكون معناتها كما قلنا باش يعاونوا ينجم يعمل علاش قلت لك علاش هو ما ادرى باش الوضع نتاع البلاد اكثر من السكر معناتها بصفته مناضل كبير ومن اول مثلا من قبل السبعينات ومن الثمانينات ويعرف الوضع الكل ينجم يلقى معناتها كفاءات معاه ينجم قادر باش يغير بعض الحاجات وشنو هي حظوظه في سباق الانتخابات الرئاسيه بالنسبه لي؟ والله حظوظه ما ماش مع متساويه مع جماعه مع الجماعه المترشحين الاخرين فهمت معناتها ينجم يكون معناتها من الاولين اليوم انت كمواطن تونسي حما احد ابرز المترشحين اليوم في سباق الانتخابات الرئاسيه شنو تطلب منه حما كان يصبح رئيس البلاد التونسيه حما الامامي هو كما قلت هو من ابرز المترشحين ومناضل يساري معروف ونتصور كان يلتزم بالبرنامج اللي هو يحكي عليه من معناها فرض السياده الوطنيه وفك الارتباط بالدوائر الاستعماريه وتاميم الثروات الوطنيه معناها اسونسيالمون المساله الوطنيه لانه البلاد هذه معناها ثم مشكله رئيسيه اللي هي فرض السياده الوطنيه والمساله الوطنيه مطروحه بقوه وما ثماش حتى رئيس باش ينجح في البلاد هذه الا ما يطالب بالمطالب الصحيحه اللي هي المساله الوطنيه والمساله الديمقراطيه. انه حمام في المترشحين هذوما قادر انه يحقق الحكايه هذه؟ قادر اذا كان الشعب مربوطه بوعي الشعب في الاخر هو اذا كان يوصل رئيس دونك معاه الشعب التونسي وعلى المشروع هذاك دونك اذا كان يوصل رئيس يلزم يلتزم بالبرنامج هذاك.